والله ما ادري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب اليوم فيديو من مدينة الفلوجة. طبعا كان اقتراحي على السكوادات الموجودة معاي انه نسقط النقطة الأولى ما ندافع عنها، نتحصل النقطة الثانية عشان نعطي فرصة للجيش الكندي انه يتقدم ويلعب شوي. طبعا رفضوا الشباب معانا بس الجيش الكندي تمكن من السيطرة على النقطة الأولى وتحصلنا بالنقطة الثانية. كان دفاع قوي بس المشكلة الوحيدة بالفيديو انه صوتي مو طالع، اما صوت اللعبة موجود. واتمنى لكم مشاهدة ممتعة، واذا عجبكم الفيديو لا تنسون التعليق ومن اللايك والتشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اللعبة عندي تحركت من الشارع. يمي اضربه قاذفه يتفجر، بس قاذفه واحده ويتفجر. ابنوا الهب الثاني تانك تلعب تمام، بس خلي اخلص تحسيناتي ناس اروح ابني. اجيب ماشي ركلي الجسر ماركو جا وياك 23 تانك امامي شنو هكر؟ اي خلو يا ولد اريد لوجي، يا ولد واحد يجي من واحد يرسم بالمين يجيب لنا لوجي متروسه ام ويجي زرقاوي رسم بالمين يجيب لي لوجي متروسه ام. ايه
بعدين الهرب تبع الخنازير فلش بيه فلش بيه فلش خليه مارك خليه مارك هيا على برافو بسرعة بسرعة كل ولاد الحرام والراد هون عشرت بالظبط انت بس الصراحة خلي سالب سكواد يكمل اشلع اهرب اي كيو في بردام على الشمال روح جيبها اي كيو جيب البردام هيا قدامك ورا البيت روح جيبها ولا على شيء فل طلق خلينا هون طيب زكريا بس حرامات اكو مايا عمران فجر 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 في البرديام تقدر تفجر فجر يلا فجر الحمر اللي وراك اول واحد راح قلت اجيب لوجي فول لوين
واحد بصفك دير بالك تنو. طالع متت. صحيح اي صحيح. لك. ايمن قتل الادمن. والله قال لي تريدني ابندك لا